مرحبا بك في جيمينا، واخيرا شفناك في ايزو. عايشك. مرحبا بك في اليابان. نبداو توا الانترفيو تاعنا، قد من نفسك. انا محمد معتر من تونس، نعمل في البي اتش دي نتاعي في ايزو وكاماتسو في اليونيفرسيتي في اليونيفرسيتي اوف ايزو، اليونيفرسيتي نتاع ايزو. قبل ما نجي لنا قريت في تونس، قريت كمبيوتر ساينس وبزنس انتليجنس انجينيرينغ في اسبري سكول اوف انجينيرينغ، وفي بعديك عملت الماستر نتاعي في داتا ساينس واناليز دو دوني في لستي سي واي تيك تاو اللي اسمها في فرنسا. تاو نعم في دكتوراه في فيلد نتاع اي اي ليتس سي قولوا هكا. تاو نعمل في ريشيرش على حاجه اسمها نورومورفيك كومبيوتينغ، نورومورفيك سيستمز. ما كنت عندي عليها حتى فكره، ومن بعد هيك بديت نقرا عليها وقت اللي باش نبوستولي. دونك بديت نقرا عليها، اكتشفت اللي فما عالم اخر معناها اللي كنا نعرفوه جوست حاجات من البزنس معناتها، هما شنو الشركات قاعدين يستعملوا ولا الشركات شنو ناويين يستعملوا شويه اخر القدام، اما فما حاجات اخرى اللي ريشيرش عالم اخر معناتها صاير. نورومورفيك كومبيوتينغ نحكيو عليه نبداو توا باليابان كديستيناسيون. علاش جيت لليابان؟ خاصة نعرفوا في تونس احنا ديما فكرة اليابان سي با بوبولير ديما لوروب ولا الغرب. كيفاش جيت لليابان؟ في تونس عندنا ديما فكرة فرنسا، ألمانيا، توا كندا جديدة. ما انت نحب نمشيو للشيرات هذوكم لوروب خاطر اقرب، نتصور مع انت اقرب لنا اللي نحن فوالا. واللغه كلمه با فورسيمون صعيب مع انت باش تلقى فيها مع انت روحك. اليابان والله اليابان ساعه ياسر انتريسونت، ما نعرفش مع انت في تونس. بون انا مع انت برشا عباد من اللي نعرفهم فما اللي مغرومين بالانيمي مع انت بالمانجا. عندنا زاده في تونس دي اسوسياسيون على معناتها الكولتور جابونيز، اون بلوس ياسر ريش لا كولتور نتاعهم. نمنع الساموراي، الماكله احنا نعرفوا شويه معناتها ماكله رامان وسوشي حاجات صغيره، اما الفاريتي نتاع الماكله اللي عندهم حاجه اخرى توب معناها. معناتها عندهم اون كولتور اللي ياسر قويه معناتها، وكيف نقولوا ماهي جديده اوتنتيك معناتها حاجه ك دونك عندي معناتها عندي هكا تعجبني جابون من قبل. ما كنتش نخمم باش نجي لنا، معناتها كنت في فرنسا نقرا على روحي، قلت اوكي باش نعمل بي اتش دي، مانيش باش نخدم خاطر في الخدمه ما لقيتش اللي نحب نعمله. دونك قلت اوكي نلقى في البي اتش دي، قلت اي او موا الفيلد باهيه معناتها الفيلد تعجبني وماذا بيا نكمل فيها نزيد. دونك كي بديت نبوستولي في فرنسا شيء ما تقبلتش في الاوروب، ما لقيتش برشا حاجات. بعديك جاتني لوبورتونيتي باش ندخل ان كونتاكت مع بروفيسور بن عبد الله. جي بوستولي، بعثت الميل، هير وي ار. دونك نلقى روحي سي بون تقبلت، وبديت من الاول بديت ريموتلي معناتها ديستانس نخدم من تونس. انا قعدت نخدم في تونس البريود اكثريه البريود نخدم في تونس. صعيبة شوية على خاطر ما تنجمش تحكي مع العباد ديريكتومون، كان عندك أسئلة يزمك تستنى مرة في الجامعة ولا معناتها يزمك تسهر لها زادة على خاطر 8 سوايع فرق. دونك كانت صعيبة شوية من الأول. بعديك كي جيت الحمد لله. الحمد لله يعطيك الصحة. وبخصوص الجامعة اليونيفرسيتي اليونيفرسيتي دايزو، كيفاش قيت يعني كيفاش الاكسبيريونس معاها توا كاتيديون؟ شمال لي فاسيليتي الموجودين حياتك فيها كيف؟ في وسط الكامبوس في وسط اليونيفرسيتي باهي باهي سافا باهي مش سافا كهو ديجا من قبل حتى ما نجي كالادمينستراسيون ياسر عاونوني. فهمت في اي وقت نبعث ميل يجاوبوني نتاع ديما موجودين، ما تفوتش 24 تبعث ميل راهو تستحل غدوه باش تلقى الميل الريبونس جاتك اللي حاجتك بها، لي دوكيمون الكل بعثوهم لي استحقيت لهم.
فسروا لي كيفاش باش نجي، فسروا لي كيفاش البروسيدور مع البي مع مع السفاره اللي باش نابليكي الفيزا، خاطر وقتها في الكوفيد دونك ولات لازمه فيزا. دونك عاونوني في الاوراق، عاونوني في الجيان، كفسروا لي كل شيء، خلوا لي كل شيء واضح قدامي، وانا كان عندي سؤال ديريكت نسال وبعديك يجاوبوني. كي جيت لان عاونوني زاد دوب ما وصلت ديريكت تاع عرفوني كي زوز عباد قابلوني بالعباد اللي كنت نخدم معاهم على ديستانس دونك قابلوني بهم زوز من الناس ديريكتومون اوب هزوني شريتك جرايه ولا شنو وهزوني للدار واي هذه دارك سلام مبروك عليك. حتى البيت من الاول عرفتك دخلت البيت ظهرت لي صغيره كي ما عجبتنيش قلت لهم نجم بدل البيت بيان سور اوب بدلت البيت ديريكتومون. زاد في الكامبوس فما برشا دي انترناسيونال من الاول بيان سور ما عندي حتى فكره شكونهم. بعديك بشويه بشويه ديجا بديت كنعمل في نعرف في عباد فما زاد اتيديون اخر هو ماستر معناتها ماهوش يخدم معايا ديريكتومون ما فرد لاب احنا فرد لابو كما حتى هو عاوني كهزني مشيت شريت البسكليت مشيت شريت البيرو مشيت شريت الكرسي في الكهرباء كل شيء حطيني هاي تعاونوا بعضكم هاي هما عاونوني يعني الحقيقه ما خلصتش نعاون ان شاء الله حتى انتوا يجيبوا ان شاء الله هاي لي بيان سور. كان نحكيو اكثر على الابليكاسيون لي دوكيمون لازمك تحضرهم كيفاش كونتاكتيت البروفيسور بن عبد الله حكينا شويه الكونتاكت نتاع البروفيسور بن عبد الله خذيته من عند صاحب بابا دونك جاني قال لي تحب تمشي لليابان كي تجرب معناتها تقدم معناتها بوزيسيون تاع دكتوراه بيان سور شكون يقول لي بيان سور. دونك عطاني الكونتاكت نتاع عطاني الايميل نتاع البروفيسور بن عبد الله وقال لي معناتها غازي هكا بعث له سي في ولا تصرف معنا. جاوبني البروفيسور قال لي اوكي سي في سافا معناتها تنجم عندك معناتها بلاصه تنجم. ابعث لي ليتر دو موتيفاسيون ان انجلي وقتها سيتي بور تيستي النيفو نتاع الانجلي نتاعي. بعثت الكوفر ليتر ات واز اوكي قال لي اوكي حطني اون كونتاكت مع الادمنستراسيون باش نحضر البروسيدور for the application. Donc l'application fama plusieurs documents منهم le research plan تاعك. معها هي البروفيسور معناتها بعث لي دو papier de recherche اللي هما ils ont publié déjà. قال لي ها هذوما تحب تفهم بهم معناتها اكثر خاطر انا بعثت له ميل قلت له بروفيسور راني دو كوال سجل ولا ماذا بيا نزيد نعرف اكثر معناتها على الفيلد. يا اخي بعث لي لي دوكيمون قريتهم ما فهمتش برشا عادي شوي شوي بعد بعديك بديت هكا نغطس هكا في وسطهم قريت هكا تفرجت شويه فهمت حضرت الريسيرش بلان نتاعي و جي بوستولي بعديك قالوا لي اوكي ابليكيشن اكسبتد بروسيدور الحاجه اللي بعدها معناتها البروسيس اللي بعده هو انه توا باش نعمل الانترفيوز ليز انترتيان ليز انترتيان اوكي قالوا لي هما دوز انترتيان نهار مع تخوا بروفيسور بما فيهم بروفيسور بن عبد الله ونهار مع بروفيسور بن عبد الله واحد دونك ونهار الاولاني تيست سكايب باش نجربوا سكايب يمشي ولا نقراو حسابنا في كل شيء جابون وي دونك عملت les interviews ça s'est bien passé بعدك قالوا لي اوكي يور اكسبتد بعدك دخلت في البروسيدور نتاع باش نقيد في اليونيفرسيتي كل شيء step by step yes step by step برافو يعطيك الصحه يعني في الاخر you made it to Japan like we say يعني الحمد لله الحمد لله خدا شويه وقت مي سافو لا بين صحيح يعني الى حد الان اي نورمالمون اي هو زاد نتصور عمله تقدم عمله اي من الاول العبد يبدا عنده شكوك من بعد يبدا يتنحر ان ميساج بور لي فيتور اوكي اسمعوا لي مدي ساعه
فما برشا حاجات كي باش يجي دو بريفيرونس لي تينيرير هذاك يبدا حاضر من الاول. انا جاي لا شانس معناتها اللي لونيفرسيتي فسروا لي شويه بربشت شويه شفت شويه معناتها حضرت ثنيتي من الاول كيفاش باش تكون وكل شيء حتى عارف من الاول اللي مانيش باش نلقى بيوس باش نوصل لايزو دونك قريت حسابي راني باش نبات في في اوتيل بحدا المطار رقدت في كابسول يا معروف الجابون بالله نعرفهم انا وقتها من الاول اه تفرجت في تفرجوا في دي فيديو زاد على الجابون خاطر تنجم تعاونكم برشا وتزاد تقابل كيوريوزيتي باش تكتشف حاجات دونك في في فيديو منهم ريت الكابسول اوتيل دوم ريت البانر هكايا اوكي ماشي الغادي كتا سي ما فماش ديبيوس عارف روحي ما عنديش كيفاش باش نوصل ايزو وكاماتسو دونك مشيت ربت في الكابسوله في الحربوشه ومن بعديك خديت من غدوه الترانسبور نتاعي وصلت لايزو كي وصلت لا بون كي وصلت لايزو ديك جيت لها المهم دونك ليتينيرير اللغه با فورسيمون باش تلقى برشا عباد يحكيو انجلي دونك ماذا بيك كتحضر كي شويه كلمات على الاقل كيفاش كيفاش تو بريزونت اه بريزونت توا ومن بعديك قول لهم سامحوني على الجابوني نتاعي راني هذاك اش نعرف نقول وكا ومعنا شنو اخر الماكله فرق كبير في الماكله دونك ما عندناش نفس الفحات كما نقولوا احنا التونسي دي زيبيس ماهوماش نفسهم حتى لي زانغريديون ماهوماش نفسهم دونك الماكله كلها ماهيش نفسها هوني احنا نعرف العالم الكل يعرف معناتها يعرف السوشي والرامان من جابون دونك فما عندهم فاريتي كبيره في الماكله ماهيش كيفنا ما عندهمش الخبز والطماطم اما بون هاي نعطيكم التيب من عندي انا الروز يجي خير من الخبز بلي ازياتيك يعني ليه كيف ما نعرفش ما لاحظتش فرق كبير اما الماكله تقعد بنينه معناها في الاخر كي تحط طيب روز وعندهم فما اختراع لنا انا ما كنتش نعرفه قبل اللي هو الرايس كوكر ما كنتش عليه حتى ما عندي عليه حتى فكره تحط له الماء والروز هوب عندك روز دونك تسهلك من الفور والخبز والعجينه دونك فوالا على الماكله هذاك لي زاكتيفيتي زاد ماهمش كيما اللي عندنا معناتها احنا في تونس عندنا ياسر قهوه صحيح لعبت تمشي للقهوه وتلعب الكارتة ولا تبدا عندك 30 صاحب باش تخرج معاهم ولا ما نعرفش شيء معناتها تبدا عندك برشا عباد تعرفهم وكل لنا فما فرق معناتها ماهمش نفس لي زاكتيفيتي دونك فماش القهوه فما الكاراوكي دونك كا تمشي مع اصحابك للكاراوكي هوني كانك تحب الكاراوكي ولا تنجموا تخرجوا تمشيوا تعملوا دوره في الطبيعه ولا معناتها فازتك هيك سبور اي معناتها فما من الاول لازمك تعرف العباد وكا بعد شوي بشوي تتعود على الجو لازم تقبل العباد الكل كما هم اللي هي اهم حاجه فو سانتيغري اكزاكتومون نشكرك برشا محمد سند اون فو رميرسي عايزك نشكركم بالعالم pour le temps et pour la participation وان شاء الله نشوفك ان شاء الله تكمل الدكتوراه وبالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوك عايشك